أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا صاحب صالون حلاقة وأحلق اللحى وأقص الشعور على شكل القزع، فهل المال الذي أكتسبه من هذا العمل حرام أم حلال؟ هذا المال حرام، لأنه في مقابل معصية، في مقابل عمل معصية. حلق اللحى حرام، وقص الرأس على شكل القزع، حلق بعضه وترك بعضه، تشبه بالكفار، هذا حرام، وأخذ الأجرة عليه حرام. عليك أن تتقي الله وتقتصر على الحلاقة المباحة، ولا تستعمل الحلاقة المحرمة. نعم.